أحلى 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 صباح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مدينة طرطوشة وتنكتب ترتوسة. أنا بس حبيت أتوقف هنا وأشرب كوفي في طريقي إلى سرقسطة. ويمر علي هذا النهر، نهر إيرو. هذه كان يوم في يوم من الأيام كانوا يعني محل نزاع بين أربع ملوك، أربع ممالك بالأصح، في إسبانيا لضمها. كل حد يبغي يضمها، ليش؟ لأنها غنية بالمزارع، مزارع كثيرة حوالين هالمدينة، وبعدين قريبة من البحر الأبيض المتوسط، فكانت فيها نوع من التجارة غير المزارع غير الزراعة، كان فيها نوع من التجارة. هذا اللي قرينا عنه. وبعدين هذه الكنيسة مميزة جدا، مبانيها مبناها، بنروح لها من الأمام. يلا وراي، واحد واحد، اركضوا اركضوا. مشكلة ما يطلع السقف، شكل عجيب، هندسة السقف عجيب، فما يبين من هنا عدل إلا إذا ابتعدت عن الحال الكنيسة. المهم ناخذ لنا جولة تمشى في المدينة. المدينة طبعا ما يعني ما أنصحكم أنكم تزورونها، لكن أنا من باب الفضول، بس من باب وبعدين للتوقف، توقف فيها ساعة ومكمل إن شاء الله. طبعا إسبانيا البارح واليوم مقفلين المطار عشان مطار برشلونة عشان الحريق اللي صار فيه. أتمنى إن شاء الله بكرة يفتحونه. إحنا اليوم السبت تاريخ 19/8/2017، ودرجة الحرارة حاليا زين 18-19. استنفار أمني في كل مكان. الإجراءات الأمنية اللي بالطريقة هاي تضايقني كثير، تحس إنه يراقبونك وأنت تصور أي شيء. مركز المدينة، مركز المدينة صغير، المدينة صغيرة يا أخوانا. دائما أقول لكم، دائما أحذر وأقول اللي بيكون مثلا في أوروبا في وقت الصيف وحر، وأنت تمشي في السيارة ساعات تلقى سيارات واقفة على الطريق، هني يبيعون فواكه وهذا، خلي بالك يعني، لأن الشمس إذا ما دام الجو حار لا تشتري منهم، لأن الشمس تخرب الياح تخرب فأنت تشوفه من برا أوكي، لكن لما تشتري يكون خربان. وبعدين من السوبر ماركت أفضل في مكان بارد، خلوا بالك من هذا. والناس يفكرون انهم ارخص، بعضهم نصابين، يبيعك قد اللي سعر السوبر ماركت ثلاث مرات. هذا السيتي سنتر للمدينة الصغيرة طرطوشة او ترتوسة، سمها مثل ما سميها، المعنى واحد. ولو سميها لو بسميها خربوشة، كل واحد. أشوف العالم يجتمعين عند هذا المبنى، الكنيسة، كنيسة جنة، شو السالفة؟ الصينيين سبحان الله، يعني لا تقول بس بتي مدينة ما حد ميت، سيارة موتى، سيارة الموتى. أنا أفكر واحد يشرح لهم عن تاريخ الكنيسة ساكن به. الساحة الرئيسية طبعا مقابل قاعة المدينة،
المدينة في أوروبا لازم كل مدينة لازم تكون غاعة مدينة، لأن توثق فيها العقود، توثق فيها أشياء كثيرة، زواجات المدنية، طلاقات المدنية، أشياء وايد تسوى فيه. صالة المدينة أو قاعة المدينة، أمور كثيرة رسمية تستوي فيها. فكل مدينة أوروبية لازم فيها دار لله، صالة لله. نصور حق السنابيين. نواصل من مدينة طرطوشة، هذه قاعة المدينة، الساحة الرئيسية في المدينة هذه. نواصل، هذا سنتر المدينة. طبعا مثل ما قلت لكم كانت هناك عدة ممالك تنازع على الاستيلاء على هالمدينة، لكن ملك أرغون هو استطاع طبعا أنه يستولي على المدينة ويضمها لمملكته، لما تحتويه من عدة عشرات المزارع وكذلك بعض التجارة. اللي يذكر لها المدينة أنها خرج منها أحمد بن سعيد الغفاري الأندلسي، عندكم بعد كذلك أبو بكر بن محمد بن الوليد أبناء هذه المدينة. فالمسلمون بصراحة فرطوا فيها المدينة ولم يعني يعطونها حقها.